السلام ومرحبا بكم، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وفي روتين جديد. اول حاجه ناخذ ثاني من وقتي وقت ونصلي في على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. كيف ما تشوفوا اليوم ان شاء الله باش ننظم الخزانه هذه نتاع بيت البانو. هي كيما يعني كيما مبل صغيره، هي كانت عندي خزانه طويله نحيتها وعملنا هذه عند النجار. باش نوريكم طريقه سهله برشا. كانت اختي ايمان صاحبه قناه كوجينة إيمان سعيدان، تنجموا تمشوا تشوفوها. زاد هي عندها روتينات وعندها وصفات ياسر مزيانة، وخاصة وصفات حلوة، تنجموا تمشوا تشوفوا قناتها. كيف ما تشوفوا هنا باش نوريكم طريقتين متاع طيان المناشف بطريقة أسهل. صدقوني واحد ينظم 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 كل يوم نفس الحكاية، ما تقولوش لها وبيبي لها وعبد كبير. ساعات حتى العبد كبير بعقله يدخلها بعضها ويمشي ويقول لك انا ما عملتش، شكون عمل انا ما عملتش يقول لك، وتبدا كان انت وياه الراس في الراس. يعني حاسيلو بالطريقه هذه كيف ما شفتوا نحاولوا نطول المناشف بالطريقه هذه لهنا. الشكل هذا باش يكون رولو بالشكل هذا كيف ما شفتوا لهنا هكا. طويتها من الاول كتريونغل ومن بعد طويتها مستويه، ومن بعد باش نلفها في شكل رولو كيف ما شفتوا. تنجموا يكونوا المنشف نتاعكم صغيرين اصغر من هذو، وينجموا يكونوا كبار زادا فمش حتى مشكل. يعني يلزم يكون الخزانه هذيك اللي في بيت البانو والا الخزانه نتاع يعني والا نقولوا نحنا الجاردروب هذيك نتاع الكلاس كيف ما نقولوا نحنا بالعاميه، يرفع لك البارتي هذيك اللي باش تحط فيها الرف اللي باش تحط فيه، يرفع لك الحجم نتاع المنشفه نتاعك. كيف ما شفتوا هذايا يعني الطاوية الأولى كيف ما شفتوا، هذا الموديل الأول كيف ما شفتوا، هذه زادة منشفة أخرى طويتها قبلها كيف ما شفتوا. هذا موديل باش نوريكم الموديل الآخر أسهل وخير، يعني كيفاش نقولوا نحنا براتيك أكثر. ما يتحل الجملة حتى كي تطيشها ما تتحلش. كيف ما شفتوا ناخذ المنشفة بالطريقة هذية، نطوها على اثنين كيف ما شفتوا بالطريقة هذي. ولهنا كيف ما شفتوا نطوها على ثلاثة، يعني بالطريقة هذه يعني تكون مطوية على ثلاثة. يلزم كيفاش نقولوا نحنا الترونشات هذوكم يكونوا متساويين كيف ما شفتوا بالطريقة هذه، تكون شي في شكل مستطيل. وبعد نطوا نجيبوا الطرف هذيا لهنا وناخذوا الطرف هذيك اللي بقت ونحطوها في وسط هذيك، نحاولوا ندخلوها في بارتي مسكرة باش ما عادش تتحل. نسواها بالقدا ندخلوها في وسطها، نسواها بالباهي باش ما تعملناش كعبورة من فوق كيف ما شفتوا. حاولوا نسوها من الاطراف وكيف ما شفتوا هذه المنشفه نتاعنا مطويه كيف ما شفتوا. هذه نصورها براتيك اكثر من لازم يعني في بيت البانو، حتى كي يكونوا عندكم صغيرات بقدره ربي تبقى لكم بالجمعه بالجمعتين لين تنحي انت المناشف هذوك وحدك وحدك وتنظمهم، تبقى لك الخزانه نتاعك منظمه ما يصير لها حتى شيء وما تدخلش بعضها جمله. كيف ما شفتوا نعاود نوريكم بالطريقه هذه، طويتها على اثنين المنشفه وتو باش نعاود نطوي على ثلاثه بالطريقه هذيك، ونعاودوا على مرتين كيف ما شفتوا وندخلوها في بعضها كيما وريتكم المنشفه الاولى كيف ما شفتوا. بالنسبه للطاويه هذه كيف ما شفتوا حتى كي المنشفه هكاك تطيشها في القاعه ما تتحلش. وماذا بكم ديما خاصه المناشف بعضهم على الصغيرات كيف ما شفتوا نطيشها ما تتحلش، يعني الطاويه هذه مضمونه وبراتيك اكثر. بقدره ربي تبدا الخزانه نتاعكم منظمه، وحتى تحاولوا هكا تنسقوا في الالوان تبدا الوان هكا مزيانه فوق بعضها يعني متناسقه، تولي حتى نفسانيا ترتاح. نحنا رانا في الفيديوهات هذه وفي في اليوميات هذه رانا جوست نلعبوا على الراحه النفسيه، نحبوا الراحه النفسيه نتاعكم اكهو. يعني باش نوريكم حاجات تسهل عليكم حياتكم وحاجات في نفس الوقت ترتاح لكم نفسيتكم. لهنا كيف ما تشوفوا هذا موديل اخر نتاع منشفه، بما انه برشا اخوات سالوني قالوا لي شنو هي عادات لاتراك. المنشفه هذه تتحضر كجهاز كسوا من ناحيه اهل الطفله ولا اهل الطفل. عندهم هما لهنا عاده اسمها البهشه، البهشه اللي هي تجي بعد تلبيس خاتم الخطوبه يقولوا هما، يعني عندهم هما في عاداتهم مثلا في العريس عندهم ياخذوا كلمه يلبسوا الخاتم الخوصه هذاك لليونس ويعملوا خطبه اللي هي في تونس تسمى الملاك، يعملوا خطبه يلبسوا فيها هذاك التيكتاش يقولوا هما يعني شو اسمه هذاك الخاتم تاع الفيونساي، ويعملوا مثلا ماكله ولا حاجه
والعرس بطبيعته عندهم زادة هما ليلة الحنة وعندهم ليلة العرس كيف ما موجود عنا في تونس. أما جوستانو العادات تختلف شوية في الماكلة وإلا في شطيحهم ولا كل بلاد ورطالها كيف ما نقوله. نرجع للبوش هذية المقصود منها هي كيما مصر الحوايج يعملوهم الدونتيل وإلا يعملوهم المستاك اللي يبدأ مزيان يبدأ مضخم تبدأ كاري يحطوا فيها مناشف بتاع جاز، يحطوا فيها الليف بتاع الحمام، يحطوا فيها الكلاستات اللي هما مصنوعين من الخيط بتاع الكروشيه، يحطوا فيها الشيل هذاك المخدوم بالكروشيه، يحطوا فيها زادة كادوات للراجل وإلا للمراك سواء كان خطيب ولا خطيبة، يحطوا فيه كادوات الأم وباباه إذا عنده جد ولا جديت وإذا عنده أخواته، كل واحد يأخذوا له كادو ويحطوه في وسط أكل البهشة هذيك. هذه عادة من عاداتهم بعد الخطبة بار اكزامبل. ولينا كيف ما تشوفوا هذه الخزانة باش نوريهاكم كيفاش قبل كانت وكيفاش ولات توا ديجا تنظمت. لهنا هذايا عندي الـ يعني المنظم هذاك فيه الليف نتاع الحمام وهذوما المناشف كيف ما شفتوا ولو منظمين كيف ما شفتوا. وماذا بكم كيف ما قلت لكم ديما نلعبوا على الراحة النفسية نتاعنا، ديما نحطوا هكا الوان زاهية ما نحطوش مثلا يا اما تبدا بيضه كلها تبدا راحه نفسيه والا نحطوا هكا الوان زاهيه مزيانه اكل اللي تزهى في العينين كيف ما نقولوا تحلى في العينين. هذه الخزانه نتاعي نتاع بيت البانو بعد ما نظمتها كيف ما شفتوا. ولهنا باش نتعدوا مع بعضنا هذه الصوص اللي كنت حضرتها معاكم قبل ديجا زدت شريت الطماطم بما اني قررت مانيش باش نعمل الطماطم معجونه، عملت شويه بركه يعني عملت تقريبا 2 كيلو ما عودتش عملت. تساعدني هذه براتيك خير عباره اني طيبت بالطماطم الكعب ونعرفوا نحن بنت الطماطم الكعب خير من بنت الطماطم المعجونه. بما اني طماطم معجونه عملتها في الدار وريتكم الطريقه نظيفه وصحيه. لهنا وريتكم زاد الصوص كيفاش يتعمل في فيديو سابق. لهنا الصوص هذية كيف ما شفتوا ما شاء الله عملت ما يكفيني عام كامل عولتي. عودت صورت مثلا لقطة لهنا حبيت نجرب الصوص هذيك اللي عملتها قدامكم باش نوريكم مصداقية الفيديوهات والوصفات اللي قاعدة نقدم لكم فيهم، خاطر فما برشا عباد قاعدين يقدموا في حاجات ما عندهاش حتى مصداقية. انا نحب كل وصفة نوريها لكم، مثلا نوريكم الوصفة كيفاش ونوريكم النتيجة متاعها كيفاش باش تكون. لهنا انا شتيت مرقة جلبانة باش نطيب مرقة جلبانة، ما حبيتش نستعمل الطماطم المعجونة بما اني عندي وحضرتها معاكم، مانيش باش نستعمل الطماطم المعجونة باش نستعمل الصوص هذاك اللي طيبته وباش نخزنه للشتاء. الصوص هذاك كيف ما قلت لكم يصلح يجي في البيتزا، يصلح يجي في السندويتشات، يصلح يجي شوربة، يصلح يطيب به أنواع المرقة الكل، يصلح يطيب به الكسكسي، يعني منين تدور وتدور يصلح تعملوه في أي حاجة، يصلح يجي كاتشاب حصيله منين تدوروه يدور، راهو حاجة صحية. هذايا بالنسبة للصوص كنتوا تشوفوا فيه بكري شوية في الطنجرة. هذايا خذيت منه 5 مغارف عبيت الحكوك وخذيت منه 5 مغارف خليتهم على جنب هكا باش نطيب بهم مرقة جلبانة. كيف ما شفتوا الكولير يحكي وحده بالحق البنة، ما نحكي لكم جربوها الطريقة وقدرة ربي باش تعجبكم برشا. تحس روحك كيف يبدا عندك صوص كيما هكا ديجا كيما الصوص الحاضرة تتباع هذيك في الجروسير فاس تتباع تبدا طماطم مكعب مفوحة والا عادية. علاش تاخذوا بالغلاء؟ حضر هكا في دارك وحدك وارتاح، خاصة في تونس الطماطم بالكش رخيصة شوية، استغلوا الفرصة تو آخر الوقت يعني آخر الموسم استغلوا الفرصة. ولهنا بعد ما حطيت الطماطم هذيك حطيت فلفل مهروش حطيت فلفل أكحل تابلو كاروية باش نحط الملح بالطبيعة ونحط شوية كركم هذوما بالنسبة للفحات وباش نحط زيت النباتي بالطبيعة. بالنسبة لي أنا أنواع المرق الكل راني نطيبها بالطريقة هذه، كل شيء نحطه مع بعضه ونحطه يتقلى 5 دقائق من زمان ومن بعد نمرق بالماء السخون، يعني ما نحبش هكا نقلي برشا ولا مثلا نخلي الدجاج هكا يتقلى برشا هكا والصوص تتحرق ولا البصل يتحرق، لا جست نقليهم درج من زمان نخلي الفحات هذيك تتشكشك وتدخل فيك الدجاج هذاك ومن بعد نصب عليه الماء نتاعو كفايته من الماء السخون باش يطيب في يكمل يطيب في الماء السخون، يعني الدجاج نتاعنا والا اللحم نتاعنا كل سواء لحم ولا دجاج باش ما ياخذش الشوك هذيك ويكمل يطيب لنا في الماء السخون ويبدا لنا بنين. هذايا بعد ما حطيت الفحات نتاعي حليت الغاز نتاعي باش نقلي الدجاج هذايا والبصل والفحات هذوك مخلط مع بعضهم نقليهم مده 5 دقائق بركه، يعني ماناش باش نكثروا عليهم ماناش باش نقلوهم برشا
كيف ما قلت لكم راي جست المقصد منها ان باش ننقلوا نخلوك الفحات هذيك تدخل في بعضها وتدخل في الدجاج، يعني الدجاج هذاك يتشرب الفحات لا اكثر لا اقل، ماناش باش نقلوهم لين يذب البصل. تو في الاخر تشوف في اخر طبق تشوف حتى البصل ظاهر حي، تنجموا تزيدوا حتى في انواع المرقه هذيه مثلا مرقه جلبانه والا مرقه بطاطا والا مرمز، تنجموا تزيدوهم حتى البصل الني في الاخر راهو يبنن على الاخر. تو باش نغطي الطنجره بتاعي ونخلي البصل هذاك والدجاج والفحات يتقلوا بالباهي، وبعد باش نرجعوا لهم بالطبيعه. كيف ما شفتوا هذا البصل يتقلى هو والفحات والدجاج، ديجا تشوفوا في لون الطماطم، ركزوا في لون الطماطم، راهو صدقوني ما زدتش حتى نكته واحده من الطماطم المعجونه. هذيك الطماطم اللي صبيتها 5 مغارف طماطم فريشكه، غليتها في الطنجره، صفيتها وحطيتها في الطنجره طيب فيها جست 5 مغارف اكهو، يعني حتى الطماطم المعجونه باش تحط مغارفه واحده طماطم معجونه شوفها قديش باش تولي لك الطماطم هذيك قديش باش تولي مغارف، مش 5 مغارف برك، يعني 5 مغارف ما تجيكش حتى مغرفه صغيره طماطم معجونه. كيف ما شفتوا اللون وحده وحده يحكي، يعني من غير ما نقول لكم حتى شيء. كيف ما شفتوا لهنا في المرحله هذه الدجاج نتاعي يتقلى، خذا الفاح نتاعو تو باش نصب عليه تقريبا 300 ملي لتر ماء سخون، نحرك بالباهي يتحلوا الفاحات هذوكم في وسط الماء هذاك السخون، ونغطي الطنجره نتاعي ونخلي الدجاج ياخذ غلوه باهيه باش الدجاج هذاك يطيب. وبالطبيعه من بعد باش نزيدوه الجلبانه اللي هي المكون الرئيسي في الوجبه هذه. ديجا تشوفوا في الصوص نتاعي بالحق لونها ما نحكي لكمش ما شاء الله، صدقوني جربوها والطريقه باش تعجبكم برشا، وتولوا كل عام تعولوا عولتكم وما تستحقوش باش تشروا من الجروسي فاس، وما تستحقوش تشروا حتى من حتى بلاصه الطماطم المعجونه. لهنا كيف ما تشوفوا عندي الجبانه كونجيلي باش ناخذ مساشي ديريكت ونحط، يعني مش لازم باش نغسل خاطر هي نظيفه، باش نحط كمية صغيرة يعني جست 100 غرام هكاكا، يعني متاع ماكلة متاع عابد واحد صباح وعشية نقولو نحنا، وإلا متاع زوز عباد. كيف ما شفتوا أنا الحقيقة كيف ما قلت لكم راهي العيلة صغيرة، ديما نطيب الزوز من الناس 3 من الناس لوماكس، خاطر الماكلة تفضل، يعني تحط معاها سلاطة، تحط معاها بوريك، ولا تحط معاها ورق عنب محشي، وإلا فلفل الأحمر هذاك اللي وريته لكم محشي، يعني ما شاء الله تكفي وتوفي، يعني تبدا الطاولة ما شاء الله فيها خيرة ربي الكل. نغطي الجلبانه هذيك تو ونخليها تطيب في راحتها. كيف ما شفتوا لهنا سيكونس هذيك تفسخت لي الحقيقه، بعد ما الجلبانه طابت حطيت لها جرينات فلفل، هذوكم لازمين جرينات فلفل برا عبيد خضر، هذوكم لازمين راهم يفوحوا لنا المرق نتاعنا، خاصه المرق التونسيه راهي تجي بنينه على الاخر، وخاصه قرن الفلفل هذاك. ولهنا باش نحطها في الصحن مرقه الجلبانه هذيك، وباش نوريها لكم في الصحن باش تحكموا وحدكم، باش نستنى كومنتاريتكم، باش نستنى رايكم، جاوبوني بكل صراحه عجبتكم ولا. ديجا تشوفوا في مرقه الجلبانه، تشوفوا في الصوص نتاعها اللون نتاعها، ديجا حتى البصل ما تذبلش. هذايا كان فيديونا لليوم، هذايا كانت كان روتينا لليوم، هذه كانت دبارتنا لليوم، ان شاء الله الفيديو عجبكم، ان شاء الله كان خفيف عليكم. نستناكم باش تدعموني، ما تنسوش اللايك، ما تنسوش الكومنتات المزيانه، نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد وفي روتين جديد وفي امان الله.